تراه على جواله لكن ليس كالآخرين، يصحح معلومة أو يكتب شعر أو يراجع حديث. تصور أنه حافظ القرآن بالقراءات العشر، وحافظ كتب الحديث الستة، وحافظ فوق 40,000 بيت من الشعر، وألف فوق 100 كتاب، ومعه شهادة دكتوراه فقه، ومعه شهادة دكتوراه في اللغة العربية، وهو في الثلاثينات الشيخ الدكتور جبران سحاري ابن جبال سحار بالعارضة بجازان. تعرفون رسائل واتساب اللي تقول انشرها لعشرة عندك وإلا سيحدث لك أمر محزن، وهي أحاديث مكذوبة ألف عنها كتابا. أنا بحمد الله حفظت القرآن الكريم بالقراءات العشر ثم السنة النبوية في مصادرها وأمهاتها الست. نعم رصدت في 10 سنوات المخالفات فقط في أكثر من 100 مجموعة واتسابية، وجمعتها في كتاب سميته قطع ريب المرتاب لبيان البدع والمخالفات والأخطاء المنتشرة عبر الواتساب. في واحد أكثر من شخص يقابلك يقول يا أخي قابلت الدكتور جبران وتحدث معه لكن ما تحدث إلا باللغة العربية، أنت هذا طريقتك معاه من تعرفه من لا تعرف صحيح؟ نعم نعم الحديث باللغة العربية، أتحدث حتى مع أساتذتي من المرحلة الابتدائية والمتوسطة، حتى في بيتك مع أولادك مع أولادي مع أهلي أتحدث معهم، ولذلك صاروا يتحدثون معي باللغة الفصحى. أين الحبيب الذي قد كنت أرقبه؟ هل فارق الروح لما حل في الجسد؟ غدا أزور الصبا من بعد فرقتنا وأطرق الباب، هل في الدار من أحد؟ أيا زمان سلام الله يبلغه، ذكرت ما قد مضى بالمتن والسند، عهد الهوى لم يزل في القلب موقعه، باق على العهد لم أنقص ولم أزد. كم بيننا من أمثال الدكتور جبران ممن لا يعرفهم الإعلام أو لم يعطهم حقهم. بدأنا بسلسلة أسميناها من يستحقون الشهرة، إذا كنت تعرف أمثالهم ممن يستحقون فراسلنا عبر تويتر يحيى رياني أو سناب غريت جازان.